هيلو هيلو، اتونسيت لكم الضوء باش نبان لكم مزيان. كنتمنى تكونوا مزيان واموركم هانيه وعلى احسن ما يرام. مرحبا بكم في فيديو جديد معايا في لاشين يوتيوب ديالي جيبس نايجي. الا كنتي اول مره كتشوفي لاشين ميساج خلي لايك وتابوني الى عجبك الكونتوني. دونك اليوم ماشي ناكلو في واحد المطعم، نمشيو لجامع الفنا ونمشيو لواحد مطعم تقدروا تقولوا مطعم ديال الطنجيه واللحم مشوي وداك الشيء كان كياكل فيه الحسن الثاني. ميم هو اللي كان كيطيب الحسن الثاني. غيكونوا بزاف اللي كيعرفوه، دونك خليكم معايا نوريكم كل شيء الخريجه. مهم بحال كاع الفيديوهات الو بحال ديما كنطنط الصوت مجهد كيغني معاهم. اوتفيت اوف ذا داي بحال ديما نحط لكم هنا تيشيرت نوار. هاد الصالون اللي وريتكم في الفيديو اللي قبل شريته من ديفارتو، و دي صندال مويت درت مانجيا وصافي. وصلنا عرفت واحد الصهد واحد الشمس انكرويابل مي فغي، المود الصهد والمود الشمس. يلا وصلنا عاد دابا. المهم يلا نتمشاو نزيدو تمشاو على رجلينا هنا، من هنا غندوزو وصافي. حنا جينا بالصباح كتكون خاوية فغيمون، كتكون خاوية على الشي اللي كتعمل. من هنا كدوز باش تمشي لذاك البلاصه اللي قلت لكم انك لو فيها، ودوره كدوز على جامعتنا. وبغيت البحر جرو ليك يا غزال الله يهديك، دابا نعطيك دابا سويك يا غزال. عرفتوا عمرني نسى جو بونس هادي عامين ولا 3 سنين باش جينا امين؟ 5 سنين. هادي 3 سنين كنا جينا ودزنا من هنا. قلت لكم كنا جينا ذاك العام وما عمرني نساها. ودايزين في جامع الفنا ولقيت لا شكرا ولقينا شوافات، كاينين شوافات في جامع الفنا جالسين ودايرين من داكشي ديالهم وشي تخربيط. كان كيسحبني زعما علنا هادشي كيدار، كان كيسحبني زعما بالتخبيعة في جامع الفنا. والله إلا كانوا حاطين داكشي في الأرض والناس زعما عندها سعيدة. بانولي ونوريهم لكم، نتمنى يبانولي نوريهم لكم كي داير داكشي. جيت لفين جينا حنا بغينا نضرو فراسنا وراسنا في بلاصتنا، وحنا بغينا البلاصة اللي جينا قديمة فين كيتباع داكشي قديم. حزين دخلنا واحد البلاصة لقينا كيتباع غير داكشي الحوايج، ولقينا هنا الإصلاحات نوريكم. حاجه جاتني بيزار، شوفوا هاك لا فارماسي كي دايره هنا. والله انا حاسه براسي بحال في شي فيلم ديال ديزني بحال جومانجي وبالادان بحال هكا. شوفوا لقينا هنا سوق الطالعه، حتى حنا نفس الطالعه. سينا الماكله، كنهز الميكرو حدا فما باش تسمعوني. فريمون عندهم الماكله غزاله، ما فهمتش علاش داك اللحم مشوي كيجي بنين بزاف
حتى واحد البنة بوحدها واخا ما تدير معاه حتى شي حاجه كيجي بنين بزاف. وصافي حنا دابا دايرين في ساحه جامع الفنا بحال بقالو ندوزو شي قهوه نتقهواو وهادشي اللي كاين. صراحه انا عييت صافي ما بقيتش قادره نزيد اكثر. صراحه انا عييت بزاف ما بقيتش قادره نزيد اكثر. المهم مشينا للمنارة قال مشو غادي نصور لكم تصور المنارة كي دايرة وداكشي وشميش عييتي ولا معييتيش ودوي الزمر هذا كيعصبني. المهم اننا في طريقنا ومشكلة ما لبستش حتى ديزيسبا لبست صندالة. يوم الجمعة حنا ماشيين الجو حار صاد بزاف صافي عييت وامين حملني واحد هو اللي يحمل ختو. ماما كتغوت اللور كتقول لي هبط على خوك يا وريكم بلي هادشي كامل تمشينا. شوفوا الباب ما كتبانش. المهم بغيت غير نقول للناس اللي يجيو للمناره راكم تضربوها حتى كامله. شو امين قالك ولاك امين طلع لي فراسه عباد الله فين مي علاش حبس داكا. ايوا نطلع مع الدروج باش نمشيو ندخل للمناره. عييت والله الا عييت طلعتي لي فراسي والله لوارة واحد جوج ماما طلعت قبيل انا اول مره كنشوفها زوين واعره. عاد عاد عاوتاني قولي هو هكا عظم قلت لنا اختي نتوما في الاخراج زير ونتي طلعتي وشفتي البلاصه كي دايره ودرتي لا رياكسيون ما عاد كتقول لك واحد جوج ثلاثه طلعت ماما المهم بلا سوا انا نقلب لكم الكاميرا تشوف. تخيلوا عندكم اخ بحال هذا تخيلوا ليش صبر انا تعاونكم نعطيكم واحد المعلومة والله ما نعاود الفيديو بالله. بغيت نعطيكم واحد المعلومة هو أن المنارة كانوا كيجيو فيها الجيوش كيشربوا من هنا الخيول ديالهم وكيدوشوا لهم هنايا. المهم إلا عندكم شي معلومة أخرى على هاد البلاصة تأكدوا لهم تا مانيكيور بيديكيور سيشوا كلشي. إلا عندكم شي معلومة أخرى على هاد البلاصة خليوها لنا في لي كومونتير. وهنا كاين الحوت اول مره كنعرف بلي هنا كاين الحوت. هيا كاين البنك الفني